تابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات عملية إجلاء المصريين من السودان وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع رئيس الوزراء ورئيس المخابرات العامة ووزراء الدفاع والداخلية والنقل في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان. ووفقا لتصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، فقد تم خلال الاجتماع عرض الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة لتنظيم عملية التوافد إلى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين، سواء المواطنين المصريين أو الأشقاء السودانيين أو في إطار المساعدة لإجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم. وفي ذلك السياق أوضح وزير الخارجية سامح شكري أن مصر استقبلت نحو 57 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة وحوالي 4000 أجنبي، مشيرا إلى الجهود المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجلاء أكثر من 6000 مصري من السودان عبر المعابر. جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب غير العادي بشأن سوريا والسودان وفلسطين. طالبت القوى المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتواصل مع أطراف الصراع لوقف الحرب الدائرة ودعم الانتقال للعملية السياسية. وأكدت القوى في خطابها للأمين العام اليوم رفض التدخلات الخارجية التي تزيد من إشعال الحرب. اتفق وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا لمقعدها بجامعة الدول العربية ومشاركتها في اجتماعات الجامعة من اليوم الأحد بعد تجميده منذ عام 2011، وتشكيل لجنة وزارية تضم مصر والأردن والعراق ولبنان والسعودية والأمين العام للجامعة للتواصل والحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل للأزمة. جاء ذلك خلال اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب اليوم بمقر الجامعة بالقاهرة بشأن سوريا والسودان برئاسة مصر رئيس الدورة الحالية. بحث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والأميرة عليا بنت الحسين والوفد المرافق لها فرص تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال حماية الطبيعة والاستثمار داخل المحميات الطبيعية. وأشار مدبولي إلى أن تدشين التوأمة بين محميتي المأوى بالأردن ووادي الريان بالفيوم تمثل إطارا فاعلا للتعاون لتحقيق أهداف حماية التنوع البيولوجي وزيادة فرص الاستثمار وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز المشروعات الهادفة لحماية وتنمية المحميات الطبيعية في إطار استراتيجية الدولة للإدارة الرشيدة النظم البيئية والموارد الطبيعية. أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الأحد عن تعيين 6744 من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يناير حتى الأول من مايو من عام 2023. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم بأن المديريات مستمرة في سياسة الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لوزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظة، حيث شهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات من أهمها ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة.